مساء الخير عليكم ويا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا هتكلم عن طريقة تتبع الطائرات لايف بدون أي برنامج أو تطبيق. أنا اتكلمت قبل كده على تتبع الطائرات عن طريق أبليكيشن مجاني وهو فلايت رادار 24 وهيظهر من فوق اللي عايز يحضره. النهاردة أنا هتكلم عن تتبع الطائرات بدون أي برنامج على موقع فلايت أوير، وانا هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو وفي الكومنت المثبت اسفل الفيديو. طبعا موضوع تتبع الطائرات وازاي تعرف المسار امر مهم جدا حاليا للمسافرين او اللي هينتظر حد في المطار، فبيعرف مسار الطيارة حاليا لايف فيتفادى التأخير والانتظار في المطار. زي ما حضراتكم شايفين ده الموقع اهو، هننزل تحت في خانتين. اول خانة اهو البحث عن طريق رقم الرحلة، لو معاك رقم الرحلة بتكتبه هنا في اول اختيار، لو مش معاك رقم الرحلة بتنزل تحت هنا اهو وبتكتب من مطار ايه لمطار ايه، يعني من مدينة ايه هنا اهو من مطار القاهرة لمطار اسطنبول، وهندوس بحث. زي ما حضراتكم شايفين اهو هتظهر جميع رحلات الطيران اللي بتقوم من المدينة دي للمدينة دي. ميزة البرنامج ده انه بيجيب لك الطيران خلال اليوم ده وخلال يومين بعدها، يعني النهاردة بنبحث اهو يوم الاربعاء هتلاقي فيه نفس الرحلات يوم الخميس ويوم الجمعة. طبعا احنا بنبحث عن الرحلة بتاعت اليوم فهتلاقيها باللون الاخضر اهو ان هي وصلت او اقامت او حاليا في الجو، تمام؟ فاختار الرحلة دي مثلا وادوس عليها، هتظهر هنا كل حاجة عن الرحلة، يعني هنا بيقول لك ان الرحلة 39 دقيقة اتأخرت فيها، تمام؟ ويعني هي ما قامتش في ميعادها ولكن المفروض هتوصل الساعة 3:09، تمام؟ وادي مسار الرحلة اهو زي ما حضراتكم شايفين على الخريطة، وتنزل تحت هتلاقي جميع تفاصيل الرحلة زي ما حضراتكم شايفين اهو. هننزل تحت من ميزة البرنامج هنا ان هو بيديك الرحلة دي او شركة الطيران ده خلال 15 يوم، ودي الميزة دي حلوة جدا في الموقع ده، ان انت على اساسه لو انت بتحجز بتشوف هل ده بيتأخر ولا لا. يعني مثلا النهاردة اهو 31 هتلاقي في نفس الرحلات كل يوم اهو لحد يوم 17، يعني خلال 15 يوم بتدوس على اي رحلة بتشوفها هل اتأخرت ولا لا، وصلت في ميعادها ولا لا، ودي ميزة جميلة جدا في الموقع وطبعا ميزة مجانية، فميزة جميلة. فممكن تختار انت اي رحلة، انت لو حد مثلا عايز تتأكد الرحلة دي وصلت في ميعادها ولا لا بتدوس على الميعاد اللي انت عايزه اهو يوم 18 مثلا، بتشوف بتلاقي الرحلة هنا فعلا برضو اتأخرت 39 دقيقة ولما وصلت كان التأخير 46 دقيقة، وبتلاقي تفاصيل الرحلة كلها من تحت زي ما حضراتكم شايفين. بس كده، وده كان كل التفاصيل عن الموقع ده تتبع الطائرات لايف مباشر بدون اي برنامج. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.